خلينا نروح للفريقين والسيرة الذاتية للكابتن محمد مصلحي، نشوف بتقول ايه. كابتن محمد مصلحي هو المدير الفني للنادي الاهلي، مولود 7 يناير 72. انجازاته كلاعب عنده 34 بطولة ما شاء الله مع النادي الاهلي، 10 دوري ممتاز و8 كاس و4 بطولات عربية، 6 بطولة دوري ابطال افريقيا و6 بطولة ابطال الكؤوس الافريقية. قاد الاهلي في 6 بطولات كمدير فني، من 6 بطولات فاز في 4 بطولات، الاربع بطولات 2 بطولة افريقيا للاندية ابطال الدوري، الدوري الممتاز وكاس مصر، وخسر بطولتين دوري ممتاز وكاس مصر من نادي الجيش. قاد الاهلي فنيا في ما شاء الله 101 مباراة، فاز في 99 مباراة، خسر مباراتين فقط. نمسك الخشب كابتن ميدو مصلح، تاريخ مقابلاته مع الزمالك كمدير فني 4 مباريات في الدوري الممتاز ومباراة في كاس مصر، ما شاء الله كابتن ميدو صلحي يعني نمسك الخشب كسب كل حاجة. نروح للجهاز الفني للنادي الأهلي النهاردة معانا. الجهاز الفني النهاردة المدير الفني كابتن محمد مصلحي، المدرب العام تامر مجدي، ومدرب محمود جمعة، مخطط أحمال حسن عبد الحميد، محلل تقني أحمد سعيد، علاج طبيعي هيثم الضبع، طبيب الفريق إيهاب فخر الدين، ومدلك عبد الرحمن مكي، إداري أيمن علي الدين، ومدير إداري اللواء خالد أبو زينة. بكده نكون استعرضنا الجهاز الفني والإداري والطبي للنادي الأهلي. خلينا نشوف قائمة النادي الأهلي واللاعبين النهاردة على أرض الملعب. رقم 1 عبد اللطيف عثمان، رقم 2 عبد الله عبد السلام كابتن الفريق، 3 عبد الحليم عبو، 4 أحمد صلاح، 5 عبد الرحمن سعودي، 6 شريف أحمد، و7 محمود رؤوف. رقم 9 محمد معوض، رقم 10 محمد عادل، 11 أحمد عبد العال، 12 حسام يوسف، 13 محمد عبد المنعم، و18 أحمد سعيد، و19 يوسف حمدي الصافي. رقم 19 ده يوسف حمدي الصافي ابن كابتننا الكبير كابتن حمدي الصافي ما شاء الله عليه. الفريق النهارده يعني كابتن ميدو مصلحي مجهز الفريق يعني وكل ضريبه اللعيبه والمعدين.